إلى برواز، عودناكم في برواز دائما نعرض صورة أو فيديو ونتحدث عنها. بروازنا اليوم عبارة عن تصريح لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه معالي المستشار تركي آل الشيخ، يقول فيه: موسم الرياض 2 فرصة كبيرة في الوظائف لمن يبحث عنها. هذه مجموعة تغريدات لمعالي المستشار تركي آل الشيخ، كانت تتحدث عن الفرص الوظيفية التي سيخلقها موسم الرياض 2، ومن باب الإنصاف موسم الرياض الأول خلق أيضا مجموعة من الفرص الوظيفية، لكن يبدو أن الاستعداد الكبير اللي جالسين نشوفه لموسم الرياض الثاني يعني أن هناك فرص وظيفية أكبر ستكون في هذا الموسم، وكلنا في انتظار انطلاقه بإذن الله، مع كل الشكر والتحية والتقدير والاحترام للجهود التي تبذلها هيئة الترفيه في التجهيز لانطلاق هذا الموسم. والتعليق عندك دكتور. وأنا أسوي رتويت لكلامك وأكرر الشكر، وأيضا نحب نقول لأبو ناصر الحمد لله على السلامة من ربوعك الصحية. والحقيقة أنه يعني كان المتنبي في السابق مالئ الدنيا وشاغل الناس، الآن هيئة الترفيه بحراكها المستمر أصبحت مالئة الدنيا وشاغل الناس. لو جينا نستعرض بسرعة، والحقيقة دائما أنا أتواصل مع سعادة المهندس فيصل بفرط ويرد علي، بس اليوم حاولت أتصل عليه أكيد أنه مشغول، فأنا حاولت أجمع معلومات وكانت كافية. لما تجي تقارن موسم الرياض 1 وموسم الرياض 2 القفزة هائلة بحيث الأرقام. طبعا أنا عارف أبو ناصر يتعامل مع أرقام، أرقام كم الفعاليات وكم المناطق فرق كبير. ثانيا الجدل في الأسعار، دائما يقول لك أسعار التذاكر، أنا أعتقد فيه مجانا وفيه تذاكر خلينا نقول ب2003، أنت بالخيار لا يمكن أبدا. في كل العالم تعرف أنه أنت تروح ترفيه مطاعم تروح الفوال ب5 ريال وتروح المطعم ب5000، هي الخيارات موجودة وأنت تحدد الخيار اللي تبغاه. أيضا فرص وظيفية وقالها مع المستشار، الحقيقة مو قطاع، قطاعات، أوبر يتحرك، المطاعم تتحرك، السياحة، التذاكر، المدري إيش، فنادق كله. فرابعا دعم السياحة الداخلية، هذا الناس يغفلون عنه. زمان كانت الناس تروح لدبي، تروح للكويت، تروح لمصر، تروح، الآن قلت الناس، كل الأشياء الترفيه اللي موجودة موجودة. وانت تعرف يوم الإنسان العادي 3 أقسام، 8 ساعات نوم، 8 ساعات عدد، 8 ساعات ترفيه، فأنت 8 ساعات هذه مستثمرها. نجي انه الترفيه ما هو؟ الترفيه هو اثراء حياه الناس، سينما، مطاعم، فعاليات، حفله موسيقيه، مناشط الى اخره، اشياء كثيره. نجي للجدليه اللي دائما يقولونها، وهذه صراحه اسطوانه صارت ممله ومشروخه، انه يقول لك يا اخي الاسكان والتعليم والصحه، ولا من قال لك اصلا هذا على حساب ذا؟ هي ما هي عماره 4 ادوار لازم تبني دور ورا دور، لا هي تقوم زي ما يقولون بالتوازي. يعني انت الحين اطلقت 6 انطلاقات، كل واحد معه ميزانيات ترفيه، مو معقوله اوقف الترفيه انا اقول لك لا خلي هذا، لا هذا ينمو، الواحد يمشي في طريقه وينمو بطريقه. احسنت، مع انه والله للأمانة الصحة والإسكان كلها ماشية، بس الناس يحبون يعني يحطمون اللي يعملون لأنهم ما يشتغلون البعض. أنا أقول لك هي تمشي بالتوازي، هذا ماشي الترفيه بطريقه، هذا ماشي قصر الترفيه نحاسب، وقصر الصحة ما نوقف. يعني مو معقول أنت أخوك الكبير إذا نضج أقول لك لا لازم أخوك الصغير ينضج، طيب أنا أحاول أن أنضج الصغير لكن الكبير فلينطلق أيضا. نجي يا طويل العمر في عنوانهم، تخيل، أنا تخيل هذه أعتقد أنها صيغة بذكاء. انت لما تقول تخيل، انت تفتح الذهن لمساحات لا محدوده، لفضاء لغوي مفتوح. تخيل كل شيء، تخيل تخيل، يعني ان السنه الجايه حتشوف شيء تخيل. طيب اخيرا خلينا نقفل الموضوع بارقام على اساس انهم يحبون موسم الرياض 2. خلينا نقول اول موسم الثقافي يتم اقامه موسم الرياض 2 في 14 منطقه. زمان قال لك يا اخي الرياض وجده بس، الان 14 منطقه، يعني شوف العدد الكبير. متوقع تواجد أكثر من 200 مطعم في أماكن إقامة الفعاليات، سيبلغ عدد الفعاليات حوالي 7500 فعالية.
يتضمن موسم الرياض 350 عرض مسرحي. ستقام في الموسم 70 حفلة غنائية عربية، حوالي 6 حفلات غنائية عالمية سوف تقام في موسم الرياض. يضم الموسم عرض واحد للمصارعة الحرة، حوالي 18 مسرحية عربية ستعرض في موسم الرياض بالإضافة لست مسرحيات عالمية. سيكون بأماكن إقامة الفعاليات حوالي 76 مقهى. سيضم الموسم مباراة عالمية يوم برشلونة يتم الإعلان عنها لاحقا. سيتم تحقيق 100 تجربة تفاعلية خلال الموسم. أعتقد أرقام واضحة، وإن شاء الله أنه أبو ناصر وفريقه حيحققونها لنا وحيحققون أكثر لأنهم فتحوا مجال. تخيل. جميل. تخيل، وإحنا كلنا نتخيل، وحقيقة أن كلنا ننتظر الموسم بشغف وبحماس كبير جدا وبترقب وبأمنيات أنه يتفوق ويحضر، وهذا المتوقع له. نتمنى أن يكون موسم ناجح وموفق إن شاء الله. نتحمد لمعالي المستشار بالصحة والسلامة والعافية، وبعد هذا الفاصل نشوفكم في أهل الأرض.